D1FM 91.2. الحال احنا نعرفوا انه العقد عند التنفيذ يمكن ان تطرأ صعوبات على مستوى تنفيذه، على مستوى تأويل بعض الفصول، على تفسير العقد. لهنا باش نقاو انه روحنا امام القاضي اللي باش يحاول في اطار تنفيذ العقد باش يفسر العقد، باش ينجم احيانا يلغي بعض الفصول المخالفه للقانون او المخالفه للنظام العام. المداخلات معناها متنوعه. في البدايه باش يعمل لنا التقرير الافتتاحي السي جمال بكار. الموضوع نتاع اليوم هو موش موضوع جديد ولا فيه تنقيحات ولا قوانين جديدة، لا، الموضوع هذا هو موضوع نعتبره الخبز اليومي لرجال القانون وما يوفاش، معنى هذا دائما هو موضوع يعني يلفت الانتباه ويشد الأنظار. المداخلة الأولى باش تكون بعنوان التصدي القاضي للبنود التعسفية. المداخلة هذه باش تقدمها الأستاذة غادة الجمل، محامية بصفاقس. المسألة المطروحة هي القاضي وتعامله مع العقد عند تنفيذه. ثم إشكالية كبيرة هي أنه العقد هو أداة موجودة في حياتنا بشكل كبير، والناس كل تتعامل بالعقود. هذه انتشارها في حياتنا الاقتصادية يخلي ثم قاعدة استقرار التعاقدي قاعدة مهمة ياسر. هذه القاعدة تفرض أنه عدم مساس القاضي بالعقد وتقيده بالعقد اللي هو إرادة الأطراف. هذه من جهة. من جهة ثانية ثم بعض عقود تلقاهم يحتوي تجاوزات لإرادة الأطراف وفيهم غياب توازن تعاقدي. دونك هنا هذا مبدأ التوازن يدعو القاضي إلى أنه يتدخل في الحالة هذه باش يعيد التوازن إلى نصابه. دونك هنا ثم تضارب بين من جهة القاضي يلقى روحه قدام ضرورة ضمان استقرار تعاقدي، ومن جهة أخرى ضرورة زادة الحفاظ على التوازن التعاقدي. كيف يعمل؟ صحيح أن القاضي هو مقيد من خلال مبدأ سلطان الإرادة، من خلال استقرار تعاقدي، لكن هذا ما ينفيش أنه ينجم القاضي أنه في إطار تفسير بعض البنود الغامضة، في إطار كيف إذا كان ثم بنود مشحفة. لهنا القاضي في من خلال تفسيره للعقد ينجم يحاول أنه يخلق التوازن بين أطراف العقد، وينجم كما قلنا يوصل حتى يبعد مثلا بعض البنود العقد. معناها العقد مش باش تلغى بكامله، لكن بعض البنود أو بعض الفصول اللي يشوفها أنها مشحفة في حق أحد المتعاقدين ينجم يلغيها. تجي عقد غامض أنه نجم يدخل هو ويستعمل اجتهاد متاعه باش يحاول يفك الغموض متاعه ويحاول يوصل إلى الإرادة الحقيقية متاع الأطراف، لكن ديما هنا السلطة متاعه مقيدة لأنه هو ما ينجمش يتجاوز الإرادة الخفية متاع الأطراف.